ما زال ملف النازحين في الحلة يتصدر واجهة الملفات الإنسانية الحرجة بسبب الأوضاع المعيشية التي تمر بها هذه الأسر المهجرة. سنوات مضت على ترحيلهم من ديارهم وهم ما زالوا يعيشون بنفس الحرمان. النازح يعني معاناته كثيرة مو قليلة، يعني بالرغم ما تقدمها المنظمات وما تقدمها الدولة. ترى شغلة المساعدات قسم تصل قسم ما تصل، احنا قاعدين بالبيوت ندفع ايجارات وشغل ماكو والرجال مريض. وتضم محافظة بابل الكثير من العوائل النازحة من محافظات الرمادي والموصل وصلاح الدين وديالى وايضا جرف الصخر، كما هو مبين بالتفاصيل في سجلات وزارة الهجرة والمهجرين. بلغت العوائل النازحة التي استقبلتها محافظة بابل 14900 عائلة نازحة. عادت من هذه العوائل ما يقارب 2000 عائلة، وكانت العودة تركزت إلى محافظة الأنبار وصلاح الدين وديالة، والعودة الأكبر هي إلى محافظة الأنبار. توزعت هذه العوائل بمختلف أقضية والنواحي محافظة بابل ضمن المواكب والحسينيات ودوائر الدولة وبيوت للآجار وما شابه ذلك. منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة وضمن برنامج الدعم النفسي الاجتماعي للنازحين قامت بافتتاح منطقة صديقة للطفل في أحد مخيمات النازحين بالحلة، وهو عبارة عن مركز ترفيهي، كما قامت بتنظيم بعض العروض والفعاليات الهادفة إلى إدخال الفرحة على نفوس الأطفال. أرتئينا كبرنامج دعم نفسي اجتماعي أن نساعد هاي العوائل اللي هي بعيدة عن قليلاً عن مركز الحلة، أنه نقدم لهم هذا، ننشئ هذا المركز الصغير الترفيهي دعماً لهم. وتعمل منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب والحكومة العراقية على تقديم البرامج الإنسانية الضرورية والمساعدات الطارئة للنازحين. المنظمة الدولية أكدت للحرة أن عمليات نزوح السكان ما زالت مستمرة من المناطق المحررة في الموصل إلى الآن. لا يزال النزوح مستمر من عدد من المناطق التي يتم تحريرها من قبل القوات الأمنية، ونتيجة لذلك فعل المنظمات الدولية والحكومة العراقية واجبات مهمة في تقديم وإغاثة هؤلاء النازحين، ونعمل جميعا ليلا ونهار في سبيل تخفيف من معاناتهم بحيث يستوجب التواصل معهم وتقديم المساعدات الضرورية المهمة لهم. من مدينة الحلة ميثم الشباني، الحرة.